بلاقة وأيضا أخذنا هذه هدف صحيح أول ممتع يعني حتى البداية وحتى وكان في البداية كانت بحذر يعني تقريبا عشر دقائق الأولى كانت بحذر كل الفرص الخطيرة كانت في البداية لا نقول أفضلية لمنتخبنا لماذا؟ لأنه انتشار لاعبين فوق أرضية الملعب جيد انضباط تكتيكي فيه يعني شراسة في الضغط على حامل الكرة فيه عدة فرص عفوا فيه سرعة للتحول إلى الأمام فيه تنويع في طريقة اللعب يعني في بعض الأحيان نحاول يعني مما نمتلك الكرة نستحوذ عليها في بعض الأحيان نلعب كرات سريعة ومباشرة في عرضيات فيه عدة فرص كانت قادر النتيجة تكون أفضل يعني كانت فرص تسجلنا فرصة فرصتين لكن الحمد لله فرص أول مقبول وجيد وهدف لا تقنية ولوغا غيرت كل شيء من نحن صعب نحن